جنيه الفلاح او جنيه ادريس يعني عمله نادره جدا، حكايته غريبه جدا. حكايته باختصار ان المصريين لقوا عمله بتصدر وعليها صوره حد مش معروف مين دوت، يعني هل ده مين مفلوتي ولا طه حسين مين ده. المهم اكتشفوا ان هو ده خادم بسيط جدا اسمه ادريس. مين ادريس دوت؟ اكتشفوا ان ادريس ده كان خادم في القصر وشاف رؤيه في المنام، فراح حكاها للامير احمد فؤاد، قال له ان هو شاف ان الامير احمد فؤاد بقى ملك مصر. فالامير ابتسم وقال له ده صعب جدا، لان اخوه السلطان حسين ليه ولي العهد وابنه الامير كمال الدين حسين هو اللي المفروض هيتولى بعده. فراح قال له لا، ده انا شفت حلم ان انت اللي هتولى عرش مصر. فضحك الامير وقال له ان لو انا حكمت مصر هحط صوره ادريس، هحط صورتك على جنيه. وكان الانجليز واقفين ورا الكواليس بيدوروا على حد يمسك حكم مصر ويدير الكفه بتاعت الحكم لصالحهم، فلقوا ان هو الفؤاد هو احسن واحد بالنسبه لهم. فالامير كمال الدين حسين تنازل عن عرش مصر وتوفى سلطان والده، فالامير فؤاد لقى نفسه هو بقى سلطان مصر. فراح للقصر ولقى ادريس بيصلي، فقعد جنبه لحد ما خلص صلاه وقال له حلمك اتحقق وانا اصبحت سلطان على مصر، وصورتك هتبقى على اول جنيه الحكومه بتاعتي هتصدره. وفعلا الملك فؤاد صدق وعده وصدر الجنيه ادريس الفلاح في 8 يونيو 1928.